أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كانوا كبلا بنيا آيات اللباتن إيا السدحات وصورة الشورى كمدة. إلهي سبحانه وتعالى وحونا وغسوا ورمائي عشر كين آيدو قدن بيهي. إلهي سبحانه وتعالى رسول كيسا وحو قرده واحد كتر أهداء إذن سؤال ما يه رسالة دان إذن سوء قاسينا إجارة إذن كوي ديسا ما يه أصيي شيوحا إذن سؤالنا إياه إنا نو إسكو دورنون إسكو جعلانو قرابة نور حيسا أنك إياه إذنك. إلهي وحو ده دان سبحانه وتعالى قفك كسبده حسنا كسبده وعن زيادين إنا أيود إلهي وناك ووحوي حسنة ديا لو طلعيفنا لو زيادين إياه. إن الله غفور شكور أيو إلهي نصوره سبحانه وتعالى. مركا وحوي عشر كينه رمركا نكسور ده جرني آيادان أغدن بيسي وحيابا حوغا دوره مركا سي تفاصيره كجراء أيان مارتيا كسور نقونينا أيان دهني. مركا إلهي سبحانه وتعالى رسول كيسو وحوكودهي واتر هذا أنه إذن سؤالا ما يو رسالة أن قارسين تيدا إجارة إذن كوي ديسان ما يو أرين تاسمارك وحانو كسو صو مرني إن النبيين عليه الصلاة والسلام كريا خاص إيسان كو أهينين وجميع الأنبياء يوطن أي سيداس إيهينو وشرا إيسان وي ديسانينين دعوة إلهي سبحانه وتعالى أولا صو ديري معايا لأشرا لوي ديسة أمورها أخروج أو أمورها آخرة أو إلهي لوجو دوانا يو إن أجسل ويديسه نقصان أي مارتيا حتى أكين إيسا وحن أنبياء إلهي أنن أهي نسان روسو أمرني أنبياء دون هذا من باب أولى أي كتاي مركا هذا الله مركا نصوره سبحانه وتعالى مركا رسول كده ليري إذن سؤالا ما إجارة إذن كوي ديسا ما يو رسالة إذن سو قارسين أيو إلا المودة في القربة إلا المودة في القربة مركة وحاوية مفسرين توا سوخ العفين أيضا عن هذا أغوال ومارتها دورة ومركة سيدة حقاريس قولك هو رأي مركة سيدة أغوال وصحابة إنك سوق أذنين عبد الله بن عباس حبر عالم الأمو حوله نبينا عليه الصلاة والسلام هو هاي وسط النصب هو هاي نسب كيس وحاو دحي قريش أيو دحي لي وحاوية جلب كسته أما قبيل كسو قريش كميده رسولك عليه الصلاة والسلام وحي مركاسي أهايين داد نبي عليه الصلاة والسلام سو قلايه وأي وحسويهين قرابة أيونا كلها رسولك عليه الصلاة والسلام مركاسا إلهي سبحانه وتعالى وهو دهي قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة معناه وحوي وحاد يقول إلى لسان أنك يأذنك وحا نورد حيه وقرابة لماذا تاس إلى عليها معناه أنا وحوي هذا ذن إرهاعينه وذن دعوة إرهاعينه واحد إلى لسان قرابة إلى عليه ورحم كي جحريشة
هنا يدبينا وي هاي الحديث أيا وهو هاي رسولك عليه الصلاة والسلام منه رحي الرحم معلقة بالعرش رحمته وحي كحرنتها عرش جي كحرنتها هذا واحد أو معنوي وي سيدا مركزي قرابدو أي حق بضنتها أي وينتها أيا لك هذا أيا مركز قرابدو وحي كحرنتها عرش جي وحينا لا ذهب من وصلني وصله الله ومن قدعني قدعه الله أما وحي لا اللهم صل إله حريري من وصلني قفك يا حريش وقدع من قدعني قفك يقوينا ألو قوي مركا وحاوية أرنتاس وحي مركاسي كسودة شهدين لعلا وحسميان أيها يكون لابان إيسا النبي عليه السلام كل لابان ما يسو قفك صور رحمك حريريين سووق إيسا أيها هلاية أدنا وحاوية النبي عليه السلام مركي مدينة أو قلي gaantii sawx markaas ku jiray oo adduunyaha u haysama aysan jirin ansar ayaa markaa waxay yiraahdeen ninkan waxa weeye waa qowl kale intood weeye ninkan waxa ninkan oo muhammad cali saatu salaam waadin hanun sheedheen hadana walaashin ayaa dhashay oo abtiyaala u tihiin xayla nabiga cali saatu salaam hooyadiisu ay ka timid nimiga bin najar oo markaas ninka ragas ku abtirsan بلد كينان أيون الدرس ذن كلاسون نقضي مركب وحال وحال إذا كرب هي دادين أيق وده إصلاحية طيب مال كينا كم إذا إنا سوء رورسين وأسيسان سيدي إلين مركز رسولك عليه السلام حوالي سوء رورسين وأكانين نبو مركز سوء كردي وكعلي آيات دانا مركز سوء دكتالي مركز ساس مركي ليرادو ما هم بأهرنتو حوالي خطاب كوا أنصارا لليه ساس أيال لليه قولك سيدحاد ويا سيد حسن البصري تابعك جليل كهو مفسر ك أستغنى لقولي وحوية وراه معنوه إلا المودة في القربة وحوية وإن أنك جعلك محبة دينة هي مودة دينة جعلك أذي جعشيين إن أتقصه كابتان في التقرب إلى الله إلهي سبحانه وتعالى أولو دوادو ضاعلو دوادو إلهي الله خدمايو وهداد جعشهين جعيل كاسوا إنو نقضى مد إلهي سبحانه وتعالى لوغو دوادو أو رب سبحانه وتعالى لوغو خدمايو إيوا إنو سنهانين دن أدوية أو سنهانين مركة مركة هورا القربة مركة تهورا وحي هذي القرابة إهد وبمعنى الرحمة مدى لبادنا وحوية الأقارب وقول كل بادة قول كان سيدحادو حسن البسرنا بمعنى القرب والتقرب وإلهي سبحانه وتعالى لو دواد مركع علماء وحي يرادين أجر أو أجر أو لفاتشو رسالة قاسين تيدا لا يجوز ما بنانا هذه دور وجه لغفير شو وجه كوباد وحوية أنبياء إلهي دمان تود ويسك بريالين وهذا القرآن كوحبذا وحانو كصوم مرني كارهان وحوي أنبياء مركي لوجو ورما يسورة شعراء وهاي مركاسي استجمدها ينمد البوداء وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين مد الله بعض حير هذين رسالة إن تتكل جارسي واجبي إن أجر الله طلبنه شيء واجب وحزور تجلا يمهم وحوي وليبة مركاسي أفراد أمضى أي سمر كاسين أو بنانين إسكدا ينبيه الإلهي قول كسد حد وحير هذين نبي نمذا أهين آدي آدي وين وي هو مقام آدي آدي صرعي وي الدنيا دون مر كاس وحك سهوي ناتي شيء حقير وايو أو لا تزن عند الله جناح بعولة إلهي أكتيسة كان عقرب كذا أمة ويسام ميسان قمر دم أو حقير وي الدنيا مرك شيء خصيص أو مارتي ليتنه لو ضل بمايو مركاسي شيء وناسن أو شرف له مقام له لقول هذه مايو أو وعوي نبي نماذا هو مقام وين الدنيا أو خصيص أنا لقول هذه مايو ورب ضن صدع أي مركاسا وعوي أي اللي يري أو صاصا مارتي ليه أيضا تفسير كذا لكن هدي اللي هذا مركاسي هدي أرنت صدع استحي استثناء محوكين أي معنيسو إلا المودة في القربة وي وحلو الجواب اللي وجه وابا ليري وهو حوي
وحي كمتا من تأكيد المدح بما يشبه ذم أيال الليه مكاس معناه وحوي أنه ما ضلبايه إلا هذا حقيقة مركاسي وحوي أجر ماهم معايا لما ودد أما إسجعيلك بين المسلمين قل لحيا واجبه قارهان وحوي كوضة أشرفت سجارة ويددك مسلمين تكوضة شرفت له سجارة إنا إسجع على ذان أيالوه بهاني إسيزنا مركا وهو إسكن قرآن متصلة ليها دي لو فيش ظاهر أما وحالي إسيزنا نوابا منقدع سيدا هوري عن تفسير كان هروا هاي وحالي مركاسي هذا الكوحو كنا مايبا لا أسألكم عليه أجرا أيو كنا ماي مركاسو إلهي وحوناي إلا المودة في القربة ووحان إذن حصوصنا يا قرابة نمذي أيا إذن حصوصنا يا ساسال لي مركاسي قرابة ذنا علماء قارو حيد هي مركز وحاله لجدا نبغى آل كيس ويا فاضي ما علي يمارت يا لبضو دويل حسن حسين قارو هي مارت يا آل علي يا آل عقيل يا آل جعفر ويا يا آل عباس معايا الحديث كوا حيود لي سنة يان زيد ابن أرقم صحابي جليل كاي أو رهاي نبغى ير عليه الصلاة والسلام أنو إني تاريخكم فيكم حايدك تجايا سقالين لبعو العرس كتاب الله كتابك إلهي يا أهل بيتي وذكركم الله في أهل بيتي أهل بيتك إيقنا إلهي إذن كحصوصنا يا زيد مركا وحال غدهي أهل بيتك النبغة يا واي مركا صودهي أهل علي وأهل عقيل وأهل جعفر وأهل عباس علماء قالوين مركا أهل بيتك النبغة وضتك مركا الزكوذة إيكا حرمانتهي أذو مركا سوحا وي أقوال آدي آدو فربضا أياجرتو آيادة مركا سوحا وي تفاصير تيد وي برانتهي أسيا شهادة وحوي وانس كسو قابنينا إلى يحول سبحانه وتعالى أم يقولون بل يقولون وحي قول يا نور إلهي مشركين افترى وأبورتي نبي محمد على الله إليه كركيس كذبا بين أيوك أبورتي فإن يشاء الله الله دو دون أيوه يختم وحرى يا هول إلهي على قلبك قلبك صور أيوك حرى يا ويمحو الله الله واتر يا الباطل باطل كان واتر يا ويحق الله واسق يا الحق حق بكلماتي كلمات كيس أيوك سق يا إنه الله نعليم عليك علم لوي بذات الصدور لابت حالذي أصاحيب قطعه قد الذي مركاسي مشركين ترسولك عليه الصلاة والسلام أي راهدين أي إلهي سبحانه وتعالى نوغور هما ياهو الله وحوده أمتان بمعنى بل أو مقدعوي أم يقولون بل يقولون وحيكو هذا لا يانو الإلهي مشركين افترى وأبورتي محمد على الله إليك الكيس كذبا بين أيوك أبورتي معايا لو حوي قرآن كاس أيو أنس بين ياهو قرآن كان أو أسه أخرين أيو أيا وحا أوليها إلهي حقيس أيو كيم إليو الله أيا إبسود دجي تاس أيا وحا وي مركاسي وحيكا دقايان إلهي أرين تاسو أرين بيان أيتا أرين تاسد مرك النبي قال لي عليه الصلاة والسلام إلهي رسول كيس وحو بلان قادة يا إنه مارت يا قلب كيس صبر أو كحرا مركاسو الله الله سبحانه وتعالى فإن يشاء الله الله الضوض ونول إلهي يختم وحرا على قلبك قلبك صبر أيوك حريا إبكاس مركاس وحاوي هذا الكاس يقول لك بأي غير كيس سيدنا إلهي وآي الرسول كان عليه الصلاة والسلام إلهي صبر حوق بذن أيا إلهي سيي ووحك الصؤو مركاس كسو قاره من أذى الكفار ونبو عليه الصلاة والسلام أو كصبر آيه معايا صبر كيس أيا إلهي سبحانه وتعالى الله أوحوجيه مركاسو داي الله ويمحو الله ألا نواتر يا البادر بادل كواتر يا بادل كاس أي كهد لايان وقرآن كمحمد أيا أبو ارتي أي ليهين إلهي سبحانه وتعالى واتر يا هو بادل كاس إلهي سبحانه وتعالى أيا باب إنا يا ويمحو الله ألا واتر يا هو دا إلهي سبحانه وتعالى البادل بادل كإلهي واتر يا ويحق ألا واسوغ يا الحق حق أيو سوغ يا بكلماتي كلمات كيس أيوك صغيا كلمات كالنبي كيس أكسود جيو قرانك أيا إلهي سبحانه وتعالى حقنا صغيا ويحق الله وصغيا الحق حق الله وصغيا بكلماتي كلمات كيس أيوك صغيا إنه الله عليم عليك علم لوي بذات الصدور
لابت حارضي أصاحيب كتاي إلهي كيكو علم لوي إنه الله وإلهي سبحانه وتعالى عليم عليك علم لوي بذات الصدور لابت حارضي أصاحيب كتاي بما في القلوب وي أدر الله وحوداي وهو الذي الله يقبل التوبة توبة أقبلاي عن عباده أدو من كيسة كأقبلاي أو كو هذا صدى أصدحاي هذا قال لماذا يكسون نغضان أو إلهي سبحانه وتعالى التوبة كينان إلهي توبة وكأقبلاي معنى هذا وحوي وحالو بوهنيا إلهي توبة كيناوي حي لإلهي سبحانه وتعالى صفات كيسة وحاكا ماذا توبada inuu ruuxa taaibka oo ilaahay u soo noqdo toobada uu ka aqbalo oo sayiaadka uu ka afiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala marka allah wuxuu dhahay wa huwa allah alladhi allahu waye yaqbalu tawbata toobada ka aqbalaya an ibadihi adoomkiisa ka aqbalaya wa yaafu allah kan afinaaye way an sayiaati xumaanyalka allah kan afinaaye way xumaanti laga toobo keenana ilaahay subhanahu wa ta'ala wa afinaya ويعفو الله وعفنا يا عن السيئات سيئاتك إلهي وعفنا يا ويعلم ألا وأجه عالم أيكوا يهي ما تفعلون واحد فلايسان ويعلم ألا وأجه ما تفعل ما يفعلون هاي فلايان وحمركز سمينا يعني إلهي سبحانه وتعالى عالم أيكوا ويستجيب ألا وأجيب يا الذين كوا منورهم يجي وعملوا عمل فلاي الصالحات أعماش صوصوبا إلهي وأجيب يا ضدك مؤمنين تاني وهي إلهي أي ويديسان الله وأجيب يا ويستجيب الله وأجيب يا وأقبل يا ويفصو مالك الذين كوا آمنوهم يود إلهي وعملوا عمل فلي الصالحات أعماش صوصوبا وهي ويديسان أي إلهي سبحانه وتعالى أوصينا يا ويزيدهم الله الدنا وأزيادنا يا من فضله فضل إيسا يوغزيادنا يا oo wax markaas ay san weydiisan ayaa hadana Ilaahay subhanahu wa ta'ala u siinaya way yasiiduhum alla wa usiyadinaya min fadlihi fadligiisa ay uga siyadinaya wal kaafiruuna wa ilaahi kuwa kaafiriinta lahum waxay leeyihiin kuwaasu adaabun adaab ay iska leeyihiin adaab kaaso shadiidun oo daran wal kaafiruuna kaafiriinta wa ilaahi lahum waxa usugnaaday kaafiriinta adaabun adaab ayaa usugnaaday wa ilaahi عذاب كاسو شديد أودرا ضدك مؤمنين تاني إلهي سبحانه وتعالى وأجيب يا فضل يسو زيادنا يا لكن كوا كفارتا إلهي سبحانه وتعالى وحو إيابوهي عذاب شديد أي إلهي سبحانه وتعالى إيابوهي عذاب شديد أي إلهي سبحانه وتعالى قول هذا أسنى إلهي سبحانه وتعالى إيابوهي مركاسوه إلهي سبحانه وتعالى والكافرون كوا كافرين تا لهم محا أصغنا ذول إلهي سبحانه وتعالى عذاب عذاب أي أصغنا ذي عذاب كاسو شديد أودرا عذاب شديدة أي وحا ويا كافرين تإسكليهم الله هو لهدنا سبحانه وتعالى ولو قور بصد الله الله أفذي لهاي الرصة رصقة ولو قور بصد الله الله أفذي لهاي الرصة رصقة لعباده الدومن كيس أو الدومن كدامان تود رصقة لصير هاي واسع لوغة ديقل هاي لبغو أيون إلهي way kibri lahaayeen fil arli arlada ayay ku kibri lahaayeen walakin kalkeeda yunazilu alla wa dajinaya biqadarin qadar ayu dajinaya qadar kaaso ma ki ah yasha wala u doonaayo innahu alana alimun alayku ilmu law innahu alana bi ibadihi adumankiisa khabirun alahi baadin ka warqaba way basir oo aalim ku ah hada ilahi subhanahu wa ta'ala wuxuu na soo dhahay ayadi horo ويسجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدوا من فضله ضدك مركز مؤمنين تا إلهي سبحانه وتعالى إنه أجيب آيه ووحي سؤاشان أوصين آيه فضله إيسان وغزي آذين آيه مركز وحادئة كريسة إن ضدك مؤمنين تا إلهي سبحانه وتعالى أدوية أي ويديستان أدوية ذينا مركز أي وايان وأدوية ذي على الصينين مركز ويسكن لعكرت إلي مركز فقراء أي أهادان isla markaasna waxay weydiisanaa inay waxelaan arintaasna aysan dhicin xigmada markaasii waxa weeye dadka fuqarada ah iyo dadka aqniyada ah xigmada loola jeedo in ilaahay dadka qaarna wax siiyo qaarna uusan siinin xigmada ku jirta ayaa marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala nooga waramaya ilaahay markaas wuxuu dhahay walow goor basadallahu allah u fidi lahay arisa risaga liibaadiyadu mankiisa
ودتك دمان تود وحوي مارتي رزق لغا سمي لهاي وعد فقير لوي لهاي لبغوا ايود الهي ويقوق لهاي نبوي كبر لهاي دمان تود في الارض الارض ايكو كبر لهاي وحوي ارلده ايكو كبر لهاين او وخا ارنتاس او كيني لهدي دوقيان اي او كين لهد ولكن كالكيده ينزل ام ينزل الا وادجنيا حق ارزاق ده مركي ليرادو بقدر قدر أيو إله دجنيا قدر كاسو ما يشاء وهو دونايا مركاس بعض كمدا ادومن كان إله رسو وفيدنيا قارنا إله سبحانه وتعالى وفيدن مايو قارنا إله وهو ديب وغا دغيا بس انتاس رسغا لو فيديو ايا ديب لو دغيا ايا لو غا دغيا وي marka hadda risigan maaratiya ilaahi subhanahu wa ta'ala dadka markaas sida ay u kala qaybsan yihiin waa xigma ilaahi aadi aad maaratay ween way xigma ilaahi ay ku jirtay subhanahu wa ta'ala in markaas risigan la isaga mid noqon oo bacdina loo xasili loo fadiyo bacdina aan loo fadin saas weey markaas marka ilaahi xigmada waa sheego waxa uu dhahay labago fil ardh ayu dhay ilaahi هذه ضدك دن رزق الله قسم لهاي أو وح فقير اللي ويلهاي أدونك أيكو كبر لهايين مركزي فسهاد كودة هي مارت أحد جذب كودة أياب بدلهاي دقوا في الأرض ويا أرلاد أي مركزي كو كبر لهايين معايا لأن الله لو سوى في رزق بين جميع عباده لم تنع كون البعض محتاجا للبعض وذلك يوجب خراب العالم وفساد نظامه marka hada xigmada meesha ku jirta cid walba waxay doonaysa in risiga waasac looga dhigo oo xoolo heshay doonaysa laakiin adoonkan ilaahi ba maamula sida ilaahi subhaanahu wa ta'aala waxa uu alla doonay ayaana ka soconaaya maslaxada adoomankan ilaahi subhaanahu wa ta'aala ayaa yaqaana mahay la xigmada waxay tahay alla subhaanahu wa ta'aala risiga hadoo dadka dhamaantiis oo ku sinmo waxa meesha ka dhala lahay in markaasi waxa weeye wax isu baahan la waayo oo dadka markaasi wax isu baahan la waayo arintaasna waxa weeye hadii bani aadanka wax isu baahan ay san jirin caalamka ayaa ku kharibmaya nidaamka adduunka hadda ka dhisan ayaa fasahaadaya afaash ilaahi marka masalix kama marra marka ilaahi subhanahu wa ta'ala wax waajib ku ahna ma jirta allah subhanahu wa ta'ala ilaahi marka subhanahu wa ta'ala wuxuu og yahay adoon xaalkiisu og yahay oo ilaahay wuxuu og yahay adoonkaas hadii waxa weey risiga loo fidiyo qaadahu dalika ila alfasad arintaas fasahadi soo jiidaysa dad waxa jira maanta hadii wax la siiyo adduunka kharibaayo oo meel laga isaaga aan la arkayn oo fasahad goodu badanayo adduunyada marka waa laga eelaya marka maslaxa asaga markaasi loogu danayahay maxaa yeelay adduunyada markay maaratay ay soo gasho waxa weeye fasahaad uu ku dhaqaaqaya hadiis Anas ibn Malik laga wariyay ayaa waxa uu ahay oo hadiisul qudsi oo nabiga uu ka wariyay nabiguna ilaahay uu ka wariyay hadiisul qudsi ilaahay ayaa hadiis qudsi soo dhahay inna min ibadi almu'minin ilaahay adoomankii ilaahay waxa uu dhahay adoomankayga mu'miniinta waxaa kamida man yasaluni albaaba min alibadati qof isu'aalinaya baab cibaadada kamida oo cibaadada baab kamida inuu gaar raba wa inni la'alimun أني لو أعديته إياه لدخله العجب أنا وانا وحان كعلم لا يهاي هدان باب كاس أنصير هاي وان قارسير هاي إسلا عمل وينا قل هاي مركاسا وحاوي ساسو كفس هذه الهاي هدنا وإن من عبادي المؤمنين أدو مكيغ مؤمنين تاوحا كمدا من لا يسلح إلا الغنى دضيسا أصوبا إلا غني نما موياني وغني نما موياني سكرا أنكوها قاقين ولو أفقرت لأفسده الفقر هدي وحوي فقير عن كده جانا فقرك أيا فسادينية أو وحوي فقرك أيا أضرا وإن من عبادي المؤمنين أدو مكيه مؤمنين تعوحا كمدا من لا يسلح إلا الفقر وفيس أصوبا إلا فقر موينا فقر أو مصلحة وجرت ولو أغنيت أدان غني كده جرهاي لأفسده الغنى تناد نمضى أيا فسادينية هذي إلهي باكو علم الأرنتاس وإني لأدبر عبادي أدو مكيغ وما مولاه إلهي لعلمي بقلوبهم قلوب توضع يعني علم الله
إنه خبير إنه عليم خبير إلهي سبحانه وتعالى مد عليما أو خبيرا وظاهر يا بادنك ورقبا حديث أسمرك نبي عليه السلام وشيخ أنس بن مالك وخادمك النبي عليه وحوده اللهم إني من عبادك المؤمنين الذين لا يصلحهم إلى الغنى فلا تفقرني برحمتك إلهي وأنا وحانك مدهي أدو من كاغ مؤمنين تا أو أيسا أصوبان إلا تناد نمويه إله فقير هيك ديجن ورحمة هذا دراد أنا إله فقير هيك ديجن أنا وحوي أرنت أصي مصوبته مرك وحوي نظام كعالم كأيا وحوي سدى الدون كذا أمه قطوف غني إيه فقير ليه هاي نظام كعالم كأقول إنسان معايا لو حال ليها ضد كذا ما أنتظ هدي وحوي وحلو ضصيو ضدك وحي أبا هاي هنا الشقيان أو وحلقبته أو الدون كله هرم ريال خبايا هذا قفك سوى حوية هذا غني النقضه وحي اللي قبله هاي عيد له شقية اللي أركي مايو ننك غني هذا وحوية قف فقيرها أو شقية سأوها يسأل لفتر كيسو شقية سعوما يسو قفك فقير كان هذا ودتك فقر الله قوة ده قفك فقير كان هذا هو يقف غني هو وحي سوء شقية أسأل أهرنتو سوى آخر هاو آخر بميسا إلا قفك له فقير سيديسة وحبك مهلايو قفك غني أنا نين غني هو سيدي سا وحبك هيري مايو إيه شقي كي هيري مايو مرك مصالح إلهي وي أفعلوا لا إله لا تخلو عن مصالح قاعدة ذا آية ذا كان بحي يسوي وحك سوء الدون كان كدعاية مصالح إلهي يا كجرت لبا تبا هن نقدانو ضدك هذا مرك لا في شر لبا كون نقدانو لكن وحوي مصالح با كجرت مرك إلهي وحوله سبحانه وتعالى ولكن كل كذا ينزل أما ينزل ألا ودجنا يا أرزاق ذا بقدر قدر أي إله دجينا يا قدر كاسو ما كي يشاء دوناي إلهي سبحانه وتعالى قدر أوجهي أي الله سبحانه وتعالى أسود دجينا يا بركة بعض واللوف واللوف بسنا واللوف ذينا يا قارن اللوف ذي ماي ووحوي وحاك إيمانا يا دي اللوف ذيو بغي يظلم أي سمينا يا إنه الله نعليم إنه الله نبي عبادي أدو من كيسة خبير عليه بعدين كورقباوي بصير عليه عالم كوه إلهي أدو من كيسة ظاهر يا بعض أسياءه برك مصالح إلهي وي غني نمذوا مصالح إلهي مصلحة إلهي وأوجيه فقر جونا سيدا صوكا تودوي برك وحالها وقفك غني جاني إنه إلهي وحوسيه كشكر يا لجربا بدك فقير كه اللي ابتليانا إنه الصفر أيا لوبهني قف والبعض دي مركزي أو كصوب بحه وحي لو غبهني وحي نقول أيا ندد وأنا سنو إلهي قلبي سقدر كيس أوجانس برك هذا عشر كين أنت سوك أوجيهي والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم